هو حكم التكبر على الناس واستحقارهم، أو أن الإنسان إذا فعل فعلا يحقر من لم يقم بهذا الفعل. أنا صائم، أنت مش صائم، مش لا نتكلم عن الواجبات، أنا قائم، أنت لست بقائم. الاستحقار والاستهزاء والكبر والغرور، هذا كله حرام في الشريعة الإسلامية. من الأمور المحرمة في الباطن الكبر، الغرور، الحسد، البغض. فالإنسان يتنبه ويزيل من قلبه هذه الأشياء. لو أنك نمت خير من القيام واستحقار المسلم. لو أنك أفطرت خير من هذا الشيء، لأن الإفطار وأن الصيام المندوب، الصيام النوافل مندوب، عندما تفعل هذه النافلة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والكبر يثاب تاركه ويعاقب فاعله. لو أنك أفطرت ولم تتكبر على فلان في الشرع أفضل من أنك صمت وتكبرت عليه. إنسان نائم وأنت قمت الليل ونظرت إليه أنه يعني استهزأت به واستحقرته، لو أنك نمت هذا النوم خير لك من هذا القيام، لأن القيام مندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والاستحقار حرام، لو أنك نمت خير من أن تفعل هذا الحرام. والنائم لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا قصد في نومه العبادة، أن يقوم الليل. فممكن إنسان يقوم بالفعل أو يتكلم الكلام، فبدل أن يثاب يرتكب معصية أكبر. إنسان تعلم وبدأ الآن ينظر إلى الناس باستحقار، وأنهم جهلاء وأنهم متخلفون، لا ينظر للعظة بل ينظر استحقارا لهم. فكل ما تبحر في هذا العلم زائد على الواجب وأدى به إلى هذا أدخله في الحرام. وكذلك المنفق، وكذلك المجاهد، وكذلك الداعي، وكذلك الحاضر والمقرئ، وكل شعبة من شعب الدين، ولا أقصد الاستقصار،